السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء. اليوم سوف نأخذ الدرس الثالث من وحدة الحيوانات وهي المحميات الطبيعية. وقبل أن نبدأ حصتنا دعونا نستذكر ما تم أخذه في الحصة السابقة. تعرفنا سابقا على التكيف، والتكيف هي قدرة الكائن الحي على العيش في بيئته. إذن التكيف هي قدرة الكائن الحي على العيش في بيئته، وهنالك نوعان: تكيف الشكل الخارجي، والمقصود بالتكيف الشكل الخارجي أنه يتمثل بوجود أعضاء أو أجزاء موجودة في الكائن الحي تساعده على العيش في بيئته، مثل لون الجمل، طول رقبته، وعرض خفه. أما التكيف الثاني وهو التكيف السلوكي، وهو يتمثل بسلوك أو عمل يقوم به الكائن الحي استجابة لظروف البيئة التي يعيش فيها طلبا للدفء أو الغذاء. اليوم سوف نأخذ الدرس الثالث وهو بعنوان المحميات الطبيعية، ويتوقع منك أيها الطالب أن بعد الانتهاء من الدرس أن تعدد المحميات الموجودة في الأردن، أن تذكر أمثلة على الكائنات الحية مهددة بالانقراض. هيا نبدأ حصتنا لهذا اليوم. زارت سارة بصحبة والديها محمية الشومري، فرأت أرضاً واسعة محاطة بسياج حديدي تعيش فيها كائنات مختلفة لم تشاهدها من قبل، مثل المها العربي. فسألت والدها ما المحمية وما سبب إنشائها. انظر إلى السور التي أمامك، هذا هو حيوان المها العربي. ما رأيكم؟ ما هو المقصود بالمحمية؟ المحمية يا ثالث هو مكان واسع محاط بسياج تعيش فيه الكائنات الحية مختلفة مهددة بالانقراض. إذن المحمية هو مكان واسع محاط بسياج حديدي تعيش فيه كائنات حية مختلفة مهددة بالانقراض. ما هو المقصود مهددة بالانقراض؟ يعني حيوانات قلت عددها بالبيئة بسبب الصيد الجائر من قبل الإنسان، وهذه هي السلوكات الخاطئة التي يقوم بها الإنسان. ما هي سبب إنشاء المحمية؟ إذن ما هو سبب إنشاء المحمية؟ إذن للحفاظ على الكائنات الحية المهددة بالانقراض. إذن أعيد مرة أخرى، إذن المحمية هي منطقة واسعة محيطة بسياج حديدي تعيش فيها كائنات حية مختلفة مهددة بالانقراض. إذن هي منطقة واسعة محيطة بسياج حديدي تعيش فيها كائنات حية مختلفة مهددة بالانقراض. ما هو سبب إنشاء المحمية؟ للحفاظ على الكائنات الحية المهددة بالانقراض. أما الآن دعونا نتأمل خريطة المحميات الأردنية ثم نجيب عن الأسئلة التالية. إذن أمامك خريطة الأردن، سوف نقوم بتحديد المحميات الموجودة في الأردن والكائنات الحية الموجودة بها. إذن أمامك الخريطة، إذن في عندي اسم الكائن الحي وعندي المحمية الموجودة. المحمية هي النقطة اللي موجودة بالأحمر، والأسود هو اسم الكائن الحي الموجود في هذه المحمية. هيا بنا نتعرف على أول محمية، إذن وهي محمية الشومري. إذن أول محمية محمية الشومري. إذن الكائنات الحية الموجودة بمحمية الشومري هو المها العربي. إذن أول كائن حي أو أول محمية هي محمية الشومري. الكائن الحي المهدد بالانقراض الموجود في هذه المحمية هي المها العربي. أما المحمية الثانية وهي محمية عجلون، إذن يوجد فيها نباتات البلوط. إذن في عندي أشجار البلوط، هي أيضا من مهددة بالانقراض. المحمية الثالثة محمية الموجب، يوجد فيها الحيوانات الموجودة في محمية الموجب البدن، حيوان البدن والسوسن السوداء. إذن حيوان البدن والسوسنة السوداء. أما المحمية الرابعة وهي محمية ضانة، إذن محمية ضانة، والحيوان الذي يوجد في هذه المحمية الوشق. إذن الوشق أو القط البري هو نفسه، إذن الوشق أو القط البري. إذن أعيد مرة أخرى، إذن أهم المحميات الموجودة في الأردن محمية الشومري والحيوان الذي يوجد فيها المها العربي، المحمية الثانية محمية عجلون، والكائنات أو النباتات المهددة أو الأشجار المهددة بالانقراض وهي أشجار البلوط، أيضا المحمية الثالثة محمية الموجب، والحيوانات المهددة بالانقراض البدن، وأيضا يسمى البدن أو الماعز الجبلي، والسوسنة ونباتات وزهرة السوسنة السوداء، أيضا موجودة في محمية ضانة وهو الحيوان الوشق وهو القط البري. هيا نقوم على الإجابة عن الأسئلة التي
بجانب الخريطة. اذكر أسماء المحميات الواردة في الخريطة. إذن بدنا نعرف شو هي أسماء المحميات الموجودة في الخريطة. حكينا محمية الشامري، محمية عجلون، محمية الموجب، ومحمية ضانة. إذن ما هي الكائنات الحية الموجودة في كل محمية؟ إذن محمية الشامري شو الحيوان الموجود فيها؟ أحسنتم، إذن حيوان المهم، إذن أهم حيوان موجود فيها المها العربي. المحمية عجلون شو الكائنات الموجودة فيها أو النباتات؟ إذن أشجار البلوط. أما محمية الموجب البدن وهو الماعز الجبلي والسوسن السوداء. أما محمية ضانة الحيوانات الموجودة فيها الوشق وهو نفسه القط البري. إذن أعيد مرة أخرى، إذن الكائنات الحية الموجودة في كل محمية: محمية الشومري، المها العربي، محمية الجعجلون موجود فيها أشجار البلوط، محمية الموجب يوجد فيها البدن وهو الماعز الجبلي والسوسن السوداء، أما المحمية ضانة موجود فيها الحيوان الوشق وهو القط البري. هيا نكمل، ناقش زملائك في أسباب إنشاء هذه المحمية. إذن ما هو السبب من إنشاء هذه المحمية؟ أحسنتم، إذن للمحافظة على الحيوانات المهددة بالانقراض. إذن ما هو السبب؟ إذن ما هو السبب من إنشاء هذه المحمية؟ المحافظة على الحيوانات المهددة بالانقراض. هيا نقوم بإعادة ما تم أخذه في الخريطة. من المحميات الموجودة في الأردن محمية الشمري، محمية الموجب، محمية غابات عجلون، ومحمية ضانة. أعيد، إذا من المحميات الموجودة في الأردن محمية الشمري، محمية الموجب، محمية غابات عجلون، ومحمية ضانة. من الكائنات الحية المهددة بالانقراض في الأردن المها العربي يوجد في محمية الشمري، البدن وهو الماعز الجبلي والسوسنة السوداء موجودة في محمية الموجب، محمية غابات عجلون يوجد فيها أشجار البلوط، محمية الضانة يوجد فيها الوشق وهو القط البري. أما الآن دعونا نقوم بحل سؤال موجود في صفحة 75. هيا بنا نبدأ. استعن بالخريطة الواردة في النشاط لملء الفراغات في الجدول الآتي: اسم المحمية، اسم الكائن الحي الذي يعيش فيها. إذا الكائن الحي اللي بيعيش فيها أي محمية بيعيش فيها المها العربي؟ أحسنتم، إذا هي محمية، إذن هي أي محمية ثالث؟ إذن أحسنتم، إذن هي محمية الشمر. إذن الحيوان الذي يوجد في هذه المحمية، إذن هي في أي محمية يوجد المها العربي؟ في محمية الشمري. محمية الموجب شو الحيوانات التي توجد فيها؟ أحسنتم، إذن محمية الموجب يوجد فيها السوسن السوداء والبدن وهو الماعز الجبلي. إذن أين يوجد الوشق وهو القط البري في أي محمية؟ أحسنتم، إذن في محمية ضانة. إذن في محمية ضانة، إذن الوشق والقط البري يوجد، هو نفس القط البري يوجد في محمية ضانة. أما محمية عجلون توجد فيها، إذن الكائن الذي يعيش فيها، إذن هي أشجار البلوط. إذن الكائن أو النباتات التي توجد في هذه المحمية أشجار البلوط. إذن أعيد مرة أخرى، إذن محمية الشومري اسم الكائن الذي يعيش فيها المها العربي، محمية الموجب اسم الكائن الذي يعيش فيها البدن وهو نفسه الماعز الجبلي والسوسن السوداء، محمية ضانة يوجد فيها الوشق وهو القط البري، محمية عجلون يوجد فيها أشجار البلوط. إذن هيا نقوم بحل سؤال لنفكر معا. لماذا تمنع وزارة البيئة الصيد في أشهر معينة من السنة؟ ما هو سبب إذن إنه الوزارة البيئة المسؤولة عن الحيوانات تمنع من الصيد في أشهر معينة من السنة؟ هيا فكروا. أحسنتم، إذن لأنها في هذه الأشهر تتكاثر الحيوانات، إذن لأنه هاي بتكون موعد تكاثر الحيوانات فبتمنع إذن الصيد في هذه الفترة. إذن اليوم أخذنا يا طالت عن المحميات الطبيعية الموجودة في الأردن، وهنالك أربع محميات موجودة في الأردن: محمية الشومري، محمية الموجب، محمية غابات عجلون، ومحمية الضانة. إذن ماذا شو هي المحمية؟ المحمية هي منطقة واسعة محيطة بسياج تعيش فيها كائنات حية مختلفة مهددة بالانقراض. إذا ما هي المحميات الموجودة في الأردن؟ مرة أخرى: محمية الشومري، محمية الموجب، محمية غابات عجلون، ومحمية ضانة. أهم الكائنات الحية المهددة بالانقراض في الأردن: المها العربي يوجد في محمية، ما يوجد في محمية الشومري، محمية الموجب يوجد فيها البدن وهو الماعز الجبلي والسوسن السوداء،
أما محمية غابات عجلان يوجد فيها أشجار البلوط، أما الوشق والقط البري يوجد في محمية ضانة. إذن أربع محميات موجودة بالأردن: محمية الشامري، محمية الموجب، محمية غابات عجلان، ومحمية ضانة. الكائنات الموجودة عندي في الأردن: المها العربي، البدن وهو الماعز الجبلي، والسوسن السوداء، وأشجار البلوط، والوشق وهو القط البري. وهيك يا تالت بنكون أنهينا درسنا اليوم. يعطيكم ألف عافية يا رب.